Hi children, how are you? Today we study Connect Plus, Grade 1, Unit 7. Unit 7, its title, Let's Go Shopping. Let's Go Shopping, هيا نذهب للتسوق. Shopping يعني التسوق. Part 3, Let's Go Shopping, Part 3, الجزء الثالث. Time 2, Phonics. Phonics لوقت الصوتيات. Sound of R, R. In this picture, skirt, skirt, جيبة. Let's see this picture. Shirt, 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 sound R, R. Shirt, again, skirt, shirt. T-shirt, T-shirt. R, skirt, shirt, T-shirt. Sound R, زي ما احنا ملاحظين يا أولاد, skirt, جيبة, شيرت, قميص, تي شيرت اللي هو تي شيرت. فونكس صوتيات برضو. ها عندك البيكتشر ديت صورة ايه؟ فر فر يعني فرو. طيب بص كده الساوند بتاع هنا ايه؟ ار ار فر فرو. بص كده الساوند ده ار لما اليو ار يجي ورا بعض كده. بص كده ار فر. طيب ريد اند سيركل انظر وضع دائرة يا إما yes or no. هيجي لك هنا بيكتشر وفيها وصف للصورة دي. انت هتشوف الصورة بكل question عندك وتختار yes or no, هتعمل عليه سيركل يا إما yes or no. Number one, her skirt is plain. عايزني اختار يا ولاد yes or no. قلت ايه read and circle. هنقرأ الجملة بتاعتي وقولي her skirt is plain. الجيبة بتاعتها او جيبتها is تكون بلين سادة. او قبل ما اختار yes or no ببص للصورة بتاعتي كويس. هبص للصورة واركز كويس كده. احنا واخدين بلين يعني سادة. طيب بص كده للجيبة بتاعتها مش هتلاقيها سادة. دي ايه؟ دي مخططة. هنقول ايه يا ولاد؟ no. يبقى her skirt is plain. بصيت للصورة بتاعتي مش سادة يا نيسة. قلت no. number two, this is a girl. هي تكون بنت وطبعا انت شايف عندك ان هي girl. يبقى الاجابة بتاعتي هتبقى yes. next, نفس الصورة يا ولادو بنكمل. number 3 بيقولي her shirt is spotty. her shirt is spotty yes or no. قبل ما اقول هو spotty اللي هو منقط بص كده يبقى اجابتي هتكون yes. number 4, she has curly hair. She has curly hair. هي لديها شعر كيرلي مجعد او مموج. يبقى طبعا yes زي ما انت شايف عندك في الصورة. number 5, is she wearing a cap. is she wearing a cap. ده هنا بعد عندي question بدأ بإز معناه هل يا اولاد, وهل هي ترتدي a cap. هجاوب ايه؟ انا عارف دايما السؤال بتاعي لما بيبدأ بإز ده معناه هل هجاوب yes or no. تعالوا كده نبص للصورة بتاعتنا. is she wearing a cap. هل هي ترتدي كاب طاقية؟ شايفين no. next, look and complete with some words in brackets بتاعتي skirts, fur, t-shirt, curls. البيكتشر number 1 هبص للصورة بتاعتي كويس. look and complete. number 1 بيقول لي he is wearing a. he is wearing a. بص للصورة بتاعي هو لابس ايه يا ولاد؟ t-shirt. لابس ايه؟ t-shirt. number 2, cats have. القطط عندها او تمتلك. excellent. ما اجيب الانسر بتاعتي من فوق. fur. 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 فارو. cats have fur. طب number 3, they're wearing. زي ما انتم شايفين كده الجلز اللي قدامي دول لابسين ايه؟ skirts. skirts جيبات. they're wearing skirts. number 4, look at his. look at his. انظر الى. his curls. curls يعني تجاعيد الشعر بتاعه. look at his curls. انظر لتجاعيد شعره. after that, ده يا ولاد بيقول لك قطن. قطن اللي هو القطن. يبدا القطن ده يا ولاد بحوله ان في المصنع بيتحول لايه؟
فابريك، الفابريك اللي هي الايه القماش. يبقى القطن ده بتاخده مصانع الغزل والنسيج وتوديه فين يا ولاد؟ المصنع، وتحوله لايه؟ فابريك. فابريك يعني قماش. بعدين باخد القماش ده يا ولاد بعمله ايه بقى؟ حاجات كتيره قوي اللي انا بلبسها، كلوز، الملابس. القماش ده بيتحول مثلا تي شيرت، دريس، اي حاجه انا بلبسها بصنعها من الايه؟ من القماش. يبقى الكوتون انا اتحولته في المصنع بتاعي الايه؟ فابريك، وبعدين ايه؟ تي شيرت. تي شيرت او اني كلوز انا ايه؟ بلبسه. نيكست عندي ويت. ويت يعني القمح يا ولاد. زي ما انت شايف كده الويت بيروح يبدا يروح المطحنه ويتحول لفلاور. فلاور اللي هو ايه؟ الدقيق. وبعدين الديد انا باخده بعمل له ايه؟ بيك، بخبزه، بيتحول مثلا لايه؟ لبريد. عندك هنا صورة دي ايه؟ صورة ويت. ويت يعني قمح. خد بالك هنا ان الايه اتش سايلنت، فبقولها ويت. ويت يعني قمح. بعد كده الويت ده لما بيتحول بيبقى ايه؟ بيبقى فلاور. خد بالك هنا النوت هنا ايه؟ زي كده كلمة فلاور اللي عندك ورده، نفس الايه؟ نفس الايه الساوند. فلاور يعني دي دقيق. طيب بعد كده فلاور دوت انا بعجنه وبخبزه، بيطلع ايه؟ بيطلع بريد يعني خبز. read and circle. يا ولاد السؤال دوت بتاعي زي underline. ببدا اقول نمبر 1 wheat comes from trees or plants. trees or plants. طب يلا يا ولاد الويت ده انا بجيبه منين؟ الويت ده قمح، ده ولاد ده بيتزرع، فبجيبه من الايه؟ plants، من نباتات. number 2 grade 1 flour is made from. flour اللي هو الدقيق is made from. made from يعني مصنوع من. دي بتصنع من ايه يا grade 1؟ wheat or wood. طبعا wheat يعني قمح، wood يعني خشب. اكيد انا مش بصنع من خشب، بصنع من ايه؟ سامعاكوا. wheat يعني ايه؟ يعني قمح. طيب number 3 bread is made from. bread is made from يعني الخبز مصنوع من. flour ولا flour؟ ده نفس الساوند، نفس الصوت يا ولاد، بس خلي بالك احنا خدنا flour يعني ايه؟ flour يعني ورده، وهنا السبيلنج بتاعها بس هو اللي مختلف، f l o w e r. اما flour الثانيه نفس الساوند بس مش نفس السبيلنج، اللي هي flour f l o u r. flour يعني دقيق. دقيق. يبقى bread is made of او is made from flour. number 4 what are you wearing. what are you wearing وبيجيب لي يا اولاد بيقول لي I am ولا you're wearing a check shirt and black pants. الولد ده لابس ايه يا اولاد؟ check shirt، قميص كاروهات، and black pants، وبنطلون اسود. انا فوق في السؤال بتاعي بيقول لي وات ار يو، وانا عارف ان ار يو بتحول ل، سامعاكوا، اي ام. اي ام اي ام ويرينج ا تشيك شيرت اند بلاك بانس. نمبر 5 از شي ويرينج ا كوتن سكيرت. هل هي ترتدي سكيرت يعني جيبه قطن؟ نو شي از اور ازنت. شي از ويرينج ا سترايبد دريس. هي ترتدي سترايبد دريس يعني فستان. ها سترايبد يعني مقلم. طيب هنا السؤال عندك بيز. از معناه هل الاجابه بتاعتي بيز اور نو؟ نو شي. بعد كده هقول ها عندك نو تبقى ازنت مش از، عشان هنا ان ابوستروفي تي اختصار نوت، وانا عندي ده نفي يبقى اختار ازنت. نمبر 6 وات دو يو نيد. لو رجعنا مع بعض كده نفتكر what do you need. قلت need يعني يحتاج، دي حاجة أساسية ما اقدرش استغنى عنها. water or adol. أنا عارف إن water دي أساسي، لكن adol دي حاجة إيه أنا ممكن استغنى عنها، وأنا عندي in this picture صورة إيه؟ water. يبقى what do you need water. they wear or wearing shirts. هم يرتدوا ها شيرت يعني قمصان. خد بالك انا عندي فيرب تو بي اللي هو ذير، واحنا خدناها في النوتس ان هي اختصار ذي ار. طب ار ده فيرب تو بي، هيجي وراه فيرب بلس اي ان جي اللي هو ويرينج. طيب ده زمن ايه؟ بفكرك زمن بريزنت كونتينوس تنس، الزمن المضارع المستمر.
اللي هو ايه حاجة دلوقتي هو بايه بيعملها، او فعل هو بيعمله دلوقتي. هو بيعمل ايه دلوقتي؟ هو لابس، ها انا بوصف الصورة، هو يرتدي ايه شيرتس، يعني هم يرتدوا قمصان. نمبر 8 it wear what is she wearing؟ اجابتي كانت she's wearing a cap. وانا قلت ماذا هي ترتدي، هتقول وير معناها اين، وات يعني ما او ماذا، هقول وات از شي ويرينج، وات از شي ويرينج، she's wearing a cap. نمبر 9 she is wearing a dress. انا عندي ام واز وفيرب تو بي، تعالوا نفتكر مع بعض. انا عندي بره السبجكت بتاعي شي، يبقى اجابتي هتكون از، لان انا عندي البرونونز هي شي ات سنجولار ناون بيجي معاهم فيرب تو بي از. شي از ويرينج ا دريس. نيكست كوبي. كوبي ده سؤالي ايه يا اولاد؟ انسخ يعني السؤال الخطي، يعني بيجي لي جمله زي كده يا اولاد، بيقول لي هي از ويرينج شوز، هي از ويرينج شوز، هو بيلبس او يرتدي حذاء. هعمل فيها ايه؟ طبعا هكتبها زي ما هي تاني، بس ما انساش ولا لتر عندي ولا انسى الابوستروفي اللي هي موجوده دي، واكتب بخط ايه كويس هيز ويرينج شوز، هي نفس الجمله، وما انساش احط في ايه في اخر السنتنس عندي فول ستوب، وابتدي الايه سنتنس بكابيتال ليتر. نيكست let you excel yourself. excel yourself اختبر نفسك، ده وقت سؤال المتفوقين، وانا عارفه انت شاطر ومتفوق، هتبدا تقرا السؤال بتاعك كويس read and circle، وهتبدا تحط اجابتك في ورقه to and receive to your teacher وتسلمها لمدرس الفصل. read and circle. 1 who is wearing blue gloves؟ who is wearing blue gloves؟ the boy شرطة the cat، the boy or the cat. number 2 Is he wearing a striped scarf? Yes, he is. No, he is. Yes, he is or no, he is. Goodbye, grade 1, and see you later.